السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة نهلة زغلول، والنهاردة إن شاء الله هنكمل بقية الأوبستاتريك أند وومنز هيلث كيسز في كتاب فاميلي ميديسين إكزامينيشن أند بورد ريفيو كيس 8. You are seeing a 28 year old female whose last menstrual period was approximately 7 days ago. She is complaining of vaginal bleeding and states that she is going through one bed every 20 minutes. Needless to say, she is concerned. She is not using anything for contraception. Her vital signs and examination are unremarkable except for blood at the cervical os. After ruling out pregnancy and assuring that her hemoglobin is stable, what's your next step? العينة دي جايالك ب vaginal bleeding, abnormal vaginal bleeding. Vaginal bleeding في غير ميعاد الدورة، الدورة بتاعتها خلصانة 7 days ago، وجاي جاية vaginal bleeding، و vaginal bleeding heavy bleeding. Change one bed every 20 minutes. انت لازم to exclude او to prove that her hemoglobin is stable. وتو اكسكلود بريجننسي، لازم ترول اوت بريجننسي. اي حاله بليدنج لازم ترول اوت بريجننسي ايا كان، حتى لو قالت لك انا متاكده ان انا مش حامل، لازم ترول اوت بريجننسي. رولينج اوت بريجننسي از امبورتنت، خاصه الاكتوبيك بريجننسي والهيموجلوبين اند هيموجلوبين، ولازم تشيك على الهيموجلوبين بتاعها. هتديها ايه بعد كده؟ وات يور نيكست ستيب؟ فريش فروزن بلازما، سايكليك ميدروكسي بروجستيرون 10 ملي جرام ادي، ديسموبريسين او دي دي اي في بي تو ماكسمايز بليتليت فانكشن، اوبزرفيشن نون انترفينشن از ذا بيست بوليسي اف ذا هيموجلوبين از نورمال. الاجابه الصحيحه هي بي، سايكليك ميدروكسي بروجستيرون 10 ملي جرام ادي. ذيس بيشنت هاز ابنورمال يوتيراين بليدنج. الابنورمال يوتيراين بليدنج هاز ديفرنت كوزز، ممكن functional causes أو structural causes زي الفايبرويد، البوليب، الكانسر في اليوترس، مشكلة جوه اليوترس، أو يا إما functional causes زي dysfunctional uterine bleeding due to an ovulation which is very common، ملوش سبب، very common cause of abnormal uterine bleeding. الـ one popular regimen، الرجيم المتعارف عليه في الابنورمال يوتراين بليدنج، انك بتدي ميدروكسي بروجستيرون زي البروفيرا 10 ملغ بير دي لمده 10 ايام. This should be followed by a withdrawal bleeding. This regimen can be repeated for the first 10 days of the next 3 months. يعني بندي بروفيرا 10 ملغ لمده 10 ايام، وبنكررها اول 10 ايام في الدوره لمده 3 شهور. تمام. الاذر اوبشن انكلود ايه؟ في اوبشنز تاني، اننا ندي الاورال كونتراسيبتيف بيلز، هندي 3 اقراص المونوفيزيك اورال كونتراسيبتيف بيلز اللي هي الحبوب لون بعضيها كلها، دي بنسميها مونوفيزيك اورال كونتراسيبتيف بيلز. هندي 3 اقراص مرتين في اليوم، وبعدين قرصين مرتين في اليوم. اول يوم هندي 3 اقراص مرتين، تاني يوم هندي قرصين مرتين، تالت يوم هندي قرص مرتين، وبعد كده هتكمل الباك بتاعها، وبعد كده يحصل لها وذرول بليدنج. او يا اما ممكن ندي ترانكزاميك اسيد اللي هو انتي فايبرينوليتك زي الهيمو كابرون في السوق 500 ملي جرام، ممكن ندي 3 اقراص 3 مرات في اليوم لمدة 5 ايام. This is an alternative for patient with contraindication to hormonal therapy. لو هتدي الاورال كونتراسيبتيف بيلز لازم تدي مع انتي اميتك، لان الهاي دوز بتاع الاورال كونتراسيبتيف بيلز ممكن تعمل نوزيا اند فوميتنج. وبيفكرك تاني بيقول لك always remember to rule out pregnancy including ectopic first. لازم ترول اوت بريجننسي في اي حاله ابنورمال يوتراين بليدنج، دي اول خطوه لازم تعملها. The most common side effect of medroxyprogesterone at the above dose include اللي هي 10 ملغ daily for 10 days. يا ترى bone marrow suppression, thromboembolic disease, depression, sore breast. الإجابة هي دي، بيعمل depression. المدروكسيبروجستيرون بيعمل depression. المدروكسيبروجستيرون ما بيعملش thromboembolic disease، بس بيdecrease thrombolysis، بيقلل
الثرومبوليسيس بس doesn't increase clot risk. تمام. وقلنا الميجور سايد افكت اوف اورال كونتراسيبتيف ريجيم لو هنستخدمه هو النوزيا اند فوميتنج، ولازم نستخدم معاه انتي اميتنج. انتي اميتنج بيقول لك ايه بقى؟ انذر لونج تيرم اوبشن فور بيشنت ويز كرونيك ابنورمال يوتراين بليدنج، يعني لو الابنورمال بليدنج ده طول معاها ممكن نديها اللولب الهرموني اللي هو المرينا اللي هو ليفو نورجستريل كونتيننج اي او دي اللي هو المرينا، ممكن يتركب في حالة الابنورمال بليدنج لو كرونيك وطول مع العيانة، وده لونج تيرم تريتمنت يعني ممكن يوصل مع العيانة علاج لمدة 3 سنين. causes of this patient's bleeding could include all of the following except ايه هي ممكن تكون ال causes of abnormal uterine bleeding؟ قلنا ال causes of abnormal uterine bleeding ممكن يبقى structural cause during جوه اليوترس زي الايه، زي الادينوما، زي الفايبرويد، زي البوليب سيرفايكال بوليب او اندوميتريال بوليب او الادينوميوزس او الاندوميتريوزس، ده ممكن يبقى structural cause، او ممكن يبقى functional cause زي الانوفيوليشن with dysfunctional uterine bleeding، او ممكن يبقى نتيجة infection زي البي اي دي، او ممكن يكون نتيجة endocrine causes زي البي تي او والهايبوثايروديزم. طيب الهايبوثايروديزم ممكن يعمل الفون وليبرون ديزيز. الفون وليبرون ديزيز ده نوع من انواع السيولة في الدم، وهناخده بالتفصيل في الهيماتولوجي كيسز. ممكن برضو يعمل abnormal uterine bleeding. الادينوميوزس لسه قايلين ان هو من الاستراكشرال كوزس وممكن يعمل abnormal uterine bleeding. اليوترين كانسر ممكن يعمل abnormal uterine bleeding. الباراثايرويد ديزيز has no effect او no association with abnormal uterine bleeding. يبقى دي هي الإجابة، لأن الباراثايرويد ما بيعملش abnormal باراثايرويد disorder، مش بيعمل abnormal uterine bleeding. يبقى لازم نعرف ان هي اسباب الابنورمال يوتراين بليدنج في structural causes زي السيرفايكال بوليب، الاندوميتريال بوليب، الادينوميوزس، الاندوميتريوزس، الفايبرويد، اليوتراين كانسر، او يا اما فانكشنال نتيجه dysfunctional uterine bleeding نتيجه للانوفيوليشن، او يا اما انفكشن نتيجه البلفيك انفلاماتوري ديزيز، او يا اما اندوكراين بروبلمز زي البي سي او والثايرويد ابنورماليتيز. وقلنا كمان اسباب الهيموفيليا اللي هي السيوله في الدم زي الفون وليبراند ديزيز. هنكمل ان شاء الله الفيديو الجاي.